ننتقل مباشرة إلى رابية للاستماع إلى تصريح لعماد عون بعد ترأسه لاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح. الأمريكانيين اللي حكيوا عنه تبين أنه ما في معلومات كفاية حتى ناخد موقف في هالموضوع. عنه نرجع للموضوع الأهم، هو قانون الانتخابات. قانون الانتخابات طبعا في سعي لتعطيل القانون بتعطيل المجلس، فأذن ليه عم بده يعطل الانتخابات اللي مش عم يجي على المجلس ليبحث القانون، وعم ينقل الصراع لغير موضوع. انطلاقا من هون إذا ما عملوا قانون جديد بكونوا هن عم بيعطلوا الانتخابات، لأنه لا عم يحضروا ولا عم بيناقشوا. بس بحب طمن اللبنانية كلهم، يعني إذا ما صارت انتخابات ما يشغل بالهم، يعني ما في لا مدفع ولا دبابة ولا شيء، بتتعطل بتتعطل. المهم إنه ما بصير فراغ بالحكم وبس. هلا كيف وبكيف أسباب كتير سليمة وقانونية، وما بصير بضمن إنه ما بصير مشاكل على الأرض. بقى اللبنانية بطمنهم كلهم سوا ما ينشغل بالهم إذا صار انتخابات أو ما صار انتخابات. كل شيء بيكون عزون إن شاء الله. ثالثا رابعا قصة هلا تمي مجيء الفلسطينيين والأعداد الكبيرة عم تتراكم بلبنان من اللاجئين. عم نشكر الأول أوروبا وأمريكا على حرب على سوريا وعلى الهدايا اللي عم تبعث لنا اياهم، وبتضغط انه نحن مسؤولين عنهم انسانيا. هن بيهجرون ونحن مجبورين بايوائهم. نحن ما لبنان كله ناس تلجا له، بس في حجم واحد ما بيقدرش يقعد 10 بفرد اوضه. اوضه معموله لشخص لبنان، بس حجم لبنان ما بيحمل بقى هالضغط. نحن بنعرف في اماكن مسكونه بالجبل، إذا بدهم يرجعوا أهلها بالصيفية على البيوت ما راح يلاقوا محل. بعدين الكلفة المادية، عم يعملوا لها مؤتمرات. ما فينا نحن حتى بالمؤتمرات ومساعداتهم. حتى إحصاء هلا ما في عنا. مرة الماضية قلت في فائض عنا 664,000. بقى وين مين عم يعطون؟ ساعة بيقول في عنا 70,000، ساعة بيقول عنا 130,000، بس بعيد كتير عن الفائض اللي اجا من سوريا على لبنان. وهلا مثل ما عرفنا من بعض البلديات انطلب منهم يبلشوا يعملوا الاحصاءات. هذه بالإضافة إلى كمان البدع الدينية اللي عم تجينا نحن. هذه مش من تربيتنا، ما نوقف. تبقوا القصة خطرة. كل واحد بيجينا بنغم وبقانون، وانا عم شوف الفتاوى على اللي عم تطلع على اليوتيوب، عم تطلع بوسائل الاعلام. لا من تقاليدنا اسلام ومسيحيين، مش عم بحكي انا عن فرع من الشعب اللبناني، عن مكون، عن كل مكونات الشعب اللبناني. طالما العادات نحن ما مارسناها ما فينا نقبلها من غيرنا. هيدا مجتمعنا، هيك عشنا، وخاصة بما يتعلق بالمرأة والعلاقة مع المرأة. هون بيرتكبوا جريمة مشان العرض. نعمل إباحية؟ وكلكم عرفتوا عشو بعني. بقى في هاي القصة كمان لازم حدا يقوم بحملة ضد التقاليد هيدي اللي مش مظبوطة. نحن مشان صورة النبي محمد، واحد عملها كاريكاتير بالدنمارك حرام الأشرفية. بقى صار في عنا شي 600-700 حركة من هودي، وكلهم مرخصين. سيد أحمد فتفت الله يوجه له الخير، كريم بالأمضة.
قال لي عنده سؤال. جنرال، اللي تفضلت فيه حضرتك حول قانون الانتخاب، هل يعني رسالة إلى فريق 14 أدار بأنه إذا لن تفتحوا الباب لمناقشة قانون انتخابي جديد، فأنه هذه الحكومة لن تدعو إلى إجراء انتخابات جديدة، ما يفتح النقاش أيضا على أزمة النظام اللبناني واتفاق الطائف؟ ما ببعث رسالة عم طمن اللبنانية أنه ما رح تخرب إذا صار انتخابات. هالقد ما بدي ابعث رساله لحدا بيفهم ما بيفهم يصطفي، بس اذا ما صارت انتخابات ما في مشاكل والامن بضل مستتب. جنرال، لماذا متاكد ان ليس هناك انتخابات؟ الرئيس سليمان اليوم اكد من البرلمان انه الانتخابات ستجري في موعدها الدستوري، واذا لم يكن في قانون انتخابي هناك قانون جاهز يعني حصلت عليه الانتخابات. هذا القانون في اسباب كيانيه ما بتخلينا نجري على أساسه انتخابات، والقادر ينتخب. يعني منسلسل لك كل أوارير الانتخابات كيف صارت بلبنان. نحن لن نرضى بالظلم على المسيحيين بعد الآن. أنا أول مرة عم بحكيك بحكي مسيحي ومسلم، وهيدا ما بدي منا قصة طائفية. في سطو على حقوق المسيحيين من سنة 1990 لليوم، من وقت 13 تشرين وضعوا اليد على حقوق المسيحيين. 108 صاروا 120. بعد 120 شفنا التوزيع كيف هو بالدوائر. هونيك محافظات، هون محافظتين. وزعوا حصص لجبل لبنان. بعدين 13% عملوا لك حكومة كانت باطلة سلطتها بكل بلاد العالم. وكل شيء أسسته كان باطل. كلهم هودي وين صاروا؟ بعدين سنة 2000 شو هذا القانون اللي عملوه؟ كان بيطلع لنا 15 نائب بأصواتنا المسيحية يومتها. هول أخذناه هون بجبل لبنان. هذا مش تعامل، هذا كذبوا علينا كمان بال 2005 بدهم يعملوا تعديل على القانون، وقت لأن وقت اللي عملوا قالوا هيدي لمرة واحدة، وبالدوحة قالوا بس هالمرة بنعملها وبكره بنعمل قانون جديد. وألفوا هيئة وطنية بال 2005 لأن تعهدوا بالبيان الوزاري يعملوا قانون. وقت اللي جينا فرطوا للقانون. وقت اللي جينا بدنا نعمل ندرس القانون هيداك دغري فورا بالسنة الأولى للحكومة. بقى نحن مش عم نمزح مع حدا هون، في مصير شعب، في مصير بلد. كتير في خفة بالتصرف، وكتير في لا مسؤولية. نحن مش مستعدين نقبل وما حدا بيفرض علينا الانتخابات. هن اللي عم يمنعوا الانتخابات، بيمنعوا الانتخابات حتى يفرضوا ارادتهم علي بالمنع. هن بيتحملوا المسؤوليه، هن بيتحملوا. اي دستور؟ دستور بيقول في مجلس النواب بيضلوا يجوا عليه وبيناقشوا هونيك، يا بيربحوا يا بيخسروا، بس ما فيهم يتمنعوا عن قانون الانتخابات يدرسوه ويربحوه. كمان في قوانين تانية، ليه ما بيجوا يبحثوها؟ ليه ما بيجوا يبحثوا القوانين التانية؟ في كتير أشياء معطلة، ليه؟ عم بيعطلوا التشريع؟ بعدين نطلب من دولة الرئيس بري يدعي اللجان المشتركة يبحثوا القوانين على القليلة. طيب ما تجتمعوا بالجمعية العامة على قليلة يدرسوا القوانين؟ القوانين بتتعلق بيهم، بمصلحتهم، بمصلحة شعبهم، بمصلحة كل اللبنانيين. هيدا تعطيل للسلطة، شال السلطة من كل عالم. السلطة بتنشال؟ لا ما بتنشال. وخلونا نفهم انه عم يتعاطوا مع ناس بيفهموا القانون وبيفهموا الشارع وبيفهموا السماء وبيفهموا الارض. ما حدا يلعب بهيك موضوع. ومن هلا بعد في وقت نعمل 20 قانون. بعد في وقت نعمل 20 قانون. وهذا الموضوع هن بيتحملوا مسؤوليته لانه ما بدهم يعدلوا القانون. اوعى يفتكروا بلعبه وبخفيه بتواطؤ صامت لبعض السلطات فيهم هن يعملوا هاللعبه. التواطؤ الصامت ممنوع. والتركيبات الاداريه الغلط يلي عم يتركوها تستمر كمان مش وارده. وللحديث صله.
مين عنده سؤالات؟ جنرال بالنسبة لك لسه بلشتوا من النص؟ ما بدكم تسألوه؟ طيب تفضلي. بالنسبة للحوار جنرال، نحن بنعرف من وقت ما بلش الحوار انه كان في بند واحد وهو سلاح المقاومة. طيب عم بيدعو للحوار، رئيس الجمهورية عم بيدعي للحوار وما حط جدول أعمال، على أي أساس يعني اليوم بده يروح فريق تاني على الحوار وهو بند واحد يعني بدون جدول أعمال؟ أنا بروح على أي بند، بس مهم يكون البند مظبوط وبيتحاور، ممكن يتحاور عليه واحد. نحن طرحنا قصة بالحوار هيدا الاستراتيجية الدفاعية، قلبوا الموضوع الحوار لنزع سلاح حزب الله. هاي هي استراتيجية دفاعية؟ هلا نحن خسرانين الحرب ونحن أرضنا محتلة لأنه حزب الله عنده سلاح، بس ننزع بصير في دفاع عن البلد؟ قولوا كيف بدنا ندافع عن البلد بالأجواء اللي موجودة حاليا بالشرق الأوسط وحوالينا. هل قواتنا نطرح السؤال، هل قواتنا المسلحة قادرة هلا عم تضبط حدودنا مزبوط؟ بقى ضمن هالتساؤل هيدا حطوا المقاومة بجو من الثقة حتى تضل تطلع برا، ما تنكزوا فيها حتى ما تبرو بحالة لجوا مثل ما عملنا بتجربة أيار. ما تنكزوا فيها للمقاومة، تركوها مهتمة بشؤونا وشجونا. جنرال يعني طلبت، حطيت الفريق الآخر عند مسؤولياته وقلت له أنه حضرتك مسؤول عن أنه ما في قانون انتخاب جديد. طيب جنرال، هل تتحملون أنتم أيضا مسؤولية عدم الالتزام بالمواعيد الدستورية وعدم دستورية وعدم إجراء الانتخابات بمواعيدها أمام الشعب اللبناني؟ تتحملوا هالمسؤولية؟ نحن بكرة لنوصل للاستحقاق عدم إجراء الانتخابات بنبقى نشرح لكم. هلا مش مستعد اشرح انا وعلمون، لانه اذا ما بيعرفوا مش مستعد انا اعلمون انه نحن ما علينا مسؤوليه. جنرال يعني وكانك من هلا نعيد حصول هذه الانتخابات ومين لا ليه بعد عندهم وقت لحتى يرجعوا عن خطأهم؟ ايه نحن النواب بيمنعونا نطرح قانون؟ بتقول اذا بدكم تبحثوا هيدا نحن منفل؟ وين باي نظام ديمقراطي صارت هيدي؟ باي نظام ديمقراطي صارت اذا بتجوا على المجلس لا تشرحوا تبحثوا هالقانون او تصوتوا عليه؟ نحن مسكر مجلس النواب، انتوا خاضعين لهالمنطقه صحفيه؟ في ديكتاتوريه اكثر من هيك؟ في ديكتاتوريه اقليه هلا او يمكن يكونوا هن الاكثريه؟ هيدي مش معقوله، مش مقبوله ابدا. جنرال، حزب الكتائب بيقول انه هو بيوافق على القانون اللي قال الارثوذكسي اذا حضرتكم مشيتوا فيه بمجلس النواب. ينزل ويتفضل وينزل على المجلس، ما حدا منعهم ينزل ويبلشوا الدرس باللجان. بدك توصلوا القانون على المجلس تعال ندرسوا باللجان. طب جنرال، وزير الداخلية عم بيقول انه هو رح يدعي للانتخابات على اساس قانون الستين وكل واحد يتحمل مسؤوليته اذا ما صار في اتفاق على قانون. كلهم ما بيعرفوا بالقانون، ما حدا له حق يوقف البرلمان لانه بده يدرس قانون جديد. هن عم يعملوا انقلاب على النظام، واللي بيعمل انقلاب على النظام بيصير مسؤول على كل تعطيل، عن كل تعطيل هو مسؤول. هيدا تعطيل النظام. مجلس النواب بيقول لك انا بقاطع اذا بدك تبحث القانون، تعال بحثوا صوت ضده، اعملوا اللي بدك، اعملوا لوبينج عليه انه حتى ما يأيدوه. بس بتعطل مجلس النواب، بتعطل وظيفة المجلس، بتيجي بتحملني مسؤولية؟ هالتعطيل كله من هلا لوقت الانتخابات صار فضيلة والرزيلة اذا ما صارت الانتخابات بعدين؟ لشو بكون بقي؟ من مجلس النواب من الديمقراطية اللبنانية إذا النواب عطلوا مجلس عطلوا التشريع؟ أنتوا جاوبوا سألوا السؤال لحالكم، إنه نحن كلتنا صرنا مجبورين
ما ندرسوا لا قانون، لأنه كم واحد طلع عبالهم يعطلوا المجلس. لا، حتى اللي بالحكومة ما بيوافقوا يبحثوا أو بيفلوا، أو حتى إذا حدا طلع عباله معناته إنه صار في مؤامرة على الدستور اللبناني وعلى الشعب اللبناني. ولكن نحن مثل ما حافظنا هلأ على الاستقرار، راح نضل محافظين للاستقرار بانتخابات وبلا انتخابات. لا يبلشوا يبحثوا. بتعرفش انه صرنا بحالة تفاوض نحن وياهم، مش هيك؟ وانا ما بأيد التفاوض، بأيد المجيء يقول ما لنا نعمل انتخابات، تعالوا نتفاوض كيف فينا نطلع. بس انه يقعد هونيك يعطلني وروح حتى روح اقدم له عرض، فشر اكبر واحد اقدم له عرض. ما بقدم عرض انا لحد. في اقتراح قانون، قانونين، واحد مشروع قانون من الحكومه واقتراح قانون من النواب. لا بقى بهيون هول العروض موجودين، تعالوا ناقشوا فيهم، تعالوا عدلون. انا بتذكر كمان صار مره ابشع من هيك، وقت عملنا التفاهم مع حزب الله حطينا الورقه على الطاوله، تعالوا ناقشوها شوفوا شو بنعدل فيها حتى تصير ورقه وطنيه لكل مكونات المجتمع اللبناني. رفضوها من دون ما يقروها، ولا قانون الانتخاب بيرفضوه من دون ما يناقشوه. تعالوا ناقشوا اذا بدكم تعدلوا فيه اهلا وسهلا، مستعدين يمكن نعدل نتفاهم، بس بدون مناقشه بعطل المناقشه وبعطل كل شيء. ايه روحوا يلعبوا هونيك شغله. يعطيكم العافيه. إذا مشاهدينا الكرام، استمعنا إلى تصريح العماد ميشيل عون بعد ترأسه لاجتماع الأسبوع لتكتل التغيير والإصلاح. عون اعتبر أن هناك سعي لتعطيل قانون الانتخابات بتعطيل مجلس النواب، وإذا لم تحصل الانتخابات قال أطمئن اللبنانيين أن لا ينشغل بالهم ولن تحصل مشاكل على الأرض وكل شيء سيكون على ذوقهم. عون تناول موضوع اللاجئين السوريين لافتا إلى أن حجم لبنان لم يعد يحمل هذا الضغط المتزايد لعدد اللاجئين إلى جانب الكلفة المادية، مشيرا إلى التفاوت في إحصاء عدد هؤلاء النازحين، كما لفت إلى خطر الفتاوى الدينية التي تصدر عبر الإنترنت وقال هذه ليست عاداتنا ولا تقاليدنا. واعتبر عون أن هناك سطو على حقوق المسيحيين في لبنان منذ العام 1990، ولا يستطيع أحد أو أي أحد أن يفرض الانتخابات علينا إذا لم يتم البحث في قانون انتخابات، مشيرا إلى أن هناك محاولة لشل السلطة من قبل الفريق الآخر ولكن السلطة لا تشل وهناك وقت لتعديل القانون كما قال. أما عن موضوع الحوار فقال عون يريدون معالجة موضوع الاستراتيجية الدفاعية وقد تحولت إلى نزع سلاح المقاومة، كما رأى أن الفريق الآخر يقوم بانقلاب على النظام وبالتالي هو المسؤول عن أي تعطيل. وقال أيضا لن أقدم عرض لأي أحد، فهناك اقتراحان تفضلوا لمناقشتهما أو تعديلهما. تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية. إلى اللقاء.